نروح مباشرة لمشاري ونشوف ثاني المتسابقين في منطقة اللقاءات. حياك الله يا عبد الله. هلا. ها كيف الأحوال عندكم الحين؟ ما يحتاج. ما شاء الله الآن عندكم ضوئين وإن شاء الله بيجيكم عبد الملك محمد. حياك الله يا عبد الملك. الله يحييك إن شاء الله. شو أخبارك؟ بخير الحمد لله. الحمد لله. قولي الآن بأي صف؟ سادس. ما شاء الله. وكم حافظ من القرآن؟ 10. ما شاء الله تبارك الله. من اللي يتابعك اليوم يا عبد الملك؟ الأهل والأخوي وكل شيء. ما شاء الله الأخ يتابعونك. إيش إيش تقول لهم؟ طيب جاهز أقولك أمام اللجنة اليوم؟ إن شاء الله. إن شاء الله وحنا جاهزين ومستعدين ومتحمسين لشوفتك اليوم يا عبد الملك. عبد الملك نجت التحكيم في انتظارك. تجلى نوره ودنت سنابل خيره أمام. اسمي عبد الملك محمد الأمين، أحفظ من القرآن 13 جزء، عمري 13 عام، من مدرسة دار الفتح لتحفيظ القرآن الكريم. جئت اليوم لكي أتنافس مع بقية الطلاب سعياً وراء المراكز الأولى بإذن الله. إن شاء الله سوف أبذل كل الجهد الذي باستطاعتي وأخرج كل المواهب المدفونة بإذن الله. إن شاء الله أني أكون قدر المسؤولية وقدر التحدي وأشارك في التصفيات النهائية وفوز وأنا رافع راسي. انتظروا عبد الملك في الرياض. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. كتاب للهدى نزل، أقام القول والعمل، تجلى نوره ودنت سنابل خيره أملا. سنابل به تعلو مراتبنا، فيا طوبى لمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي
تكذبان. هلا وسهلا يا عبد الملك. هلا فيك عبد الملك الأمين الشنقيطي صح؟ ان شاء الله تصير زي الشيخ الأمين الشنقيطي ان شاء الله. قول يا رب. يا رب. يا سلام. كم حافظ؟ 10 أجزاء. 10 أجزاء. كم عمرك؟ 13. ما شاء الله تبارك الله. طيب نشوف الشيخ يوسف وش هيعلق على عبد الملك. حياك الله عبد الملك. الحمد لله بخير ما شاء الله. الله يبارك فيك عبد الملك. صوتك جميل وواضح عليك الحماس والمبادرة كذا من الاستعاذة حتى. لكن تمنيت أنك في البداية اللي أتمنيت أنك في البداية بدأت بهدوء حتى أنك تدرج في القراءة، لا تبدأ مباشرة صوت عالي. هذا اللي لاحظت عليك أنك تعبت، يمكن بعد ثالث آية ورابع آية أجهد صوتك خلاص، صارت عندك المدود كلها فيها نشاز كثير، صرت تتكلف أكثر. لكن إن شاء الله أنك تدرب على أنك تبدأ بهدوء ثم تتدرج في رفع الصوت. في رفعها على أنك عدت حاول تصلحها بس ما ضبطت معاك. فيه بقول الخطأ وبقول الصح. الصح رفعها، رفعها الخطأ رفعها، رفعها 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 هذا خطأ. الصحيح رفعها. عشان كذا حتى كذلك في وضعها نفس الطريقة، فاهتم بمثل هذا. فيه حاجة جميلة جبتها في نهاية قراءتك، من مارج من نار، ما شاء الله المدوجة الجميلة، الغنى جاءت في مكانها، وكأنك قاعد تبين الوعيد على أصوله. لكن ما شاء الله عليك، جزاك الله خير، بارك الله فيك عبد الملك. شيخ أحمد. شكرا شيخ يوسف. ما شاء الله عبد الملك صوت جميل، حنجرة رائعة. مثل ما ذكر الشيخ يوسف قرأ بطبقة يعني لا تتناسب مع ما عنده، زاد شوي في الطبقة وبالتالي أرهق. وهذا كان واضح في والسماء، والسماء كان صوتك انجرح فيه، حاولت تعيدها. رفعها نبه عليها الشيخ يوسف. مارجن، مارجن الجيم طلعت يبدو الشناقطة، ها جيم جيم كذا جيم كذا الشناقطة عندهم جيم، ما سمعنا الجيم بالشكل أو الحجازية بشكل ايه عام. ايه جيم جيم القوية. ايه توازن المدود عبد الملك، كأنك تمد أحيانا أكثر من اللازم وبالتالي ترهق نفسك وتصير نهاية الآية تتعب فيها، وهذه بانت اليوم معنا في آيتين. ولا أدائك في التجويد ما شاء الله منضبط، وعسى الله يوفقك إن شاء الله، أرجو لك التوفيق، الله يفتح لك وعليك. آمين يا رب. شيخ صابر. الله يحفظك يا عبد الملك. هو واضح أنت بدأت متحمس لما سمعنا التقرير سويا، وهذا يدل على حبك للقرآن حقيقة. دخلت وأنت سعيد بالمشاركة وسعيد بالقراءة، فكان طبقة صوتك فعلا مرتفعة. يمكن بدأت تنزل عند قوله عز وجل والأرض وضعها للأنام، قلت يمكن خلاص يضع صوته الآن وينزل صوته. لكن حرصك على المدود حقيقة والغنى زي ما تفضل الشيخ يوسف الشيخ أحمد استهلك صوتك، يعني مع إرهاقك تأتي بالشيء على كماله، فهذا شيء يحمد لك. وفي مثل سنك لما تستفيد الخبرات هذه وتسمع من المشايخ الفضلاء هذه التنبيهات وأنت في مثل عمرك، إحنا من الأشياء هذه يمكن عرفناها بعد 30 سنة ولا أحد جلسنا لجنة ولا كذا، يمكن من الأخطاء مرة مرة. انتبه في بعض الأشياء المهمة جدا يا شيخ عبد الملك. يمكن لو تشوف بإذن الله الإعادة ستجد أن بعض الأشياء بسببها بفمك لسنا في حاجة إليها، زي مثلا خلق الإنسان تحرك الشفتين عن وضعها، وفي أشياء كثيرة حقيقة كان الشفتين لها حركات وهيئات لسنا في حاجة إليها. خلق الإنسان هكذا، واضح؟ فلكن قراءتك والله جميلة يا شيخ عبد الملك، أسأل الله أن يزيدك من فضله العظيم. آمين يا رب. شكرا للمشايخ. نشوف دقيقة الاختيار مع عبد الملك الأمين الشنقيطي. يلا والله اسمك فخم، عبد الملك محمد الأمين الشنقيطي صح يا شيخ يوسف؟ والله أنا أتوقع أتمنى إن شاء الله أنه قريبا نراه يعني من حفاظ كتاب الله عز وجل، إن شاء الله. لأن ما شاء الله عنده الحماس جميل جدا ما شاء الله. في أي صف يا عبد الملك؟ صف السادس. السادس ما شاء الله تبارك الله. عبد الملك شوف، لو ما جات فرصة الحين، فرصة موجودة في نهاية الحلقة، وما جات في نهاية الحلقة ترى عادي نسوي موسم ثالث لعيونك وعشانك، عشان ما نفقد الابتسامة الحلوة. طيب 20 ثانية
والخير ايش؟ واجد جاي، والخير واجد. يا سلام عليك يا عبد الملك، احنا جدا والله متشرفين فيك. شرف لي ورود. ومنورنا. نورك. الله، والله ردود تدرس عبد الملك، فن في الردود. ان كان طيب انتهى الوقت عبد الملك، الفرصه ما راحت، ان شاء الله في فرصه في نهايه الحلقه. ماشي عبد الملك، يعطيك الف عافيه. شكرا يا عبد الملك الامين، شرفتنا، الف شكر.